بورك فيكم بورك فيك أنت وأكثر الله من أمثالك ونصرك على من يكيد لك أو يريد بك شرا. اعلموا أني لم أطلق سراحكم جزافة، فقد علمت عنكم الكثير وأنا لم أخرج من دمشق، ولقد استوثقت مما علمت منذ دخلت هذا البلد. ولو كان بينكم قاتل عمدا أو خطأ، أو سارق أو قاطع طريق ممن يسعون في الأرض فسادا، لما أطلقت صراحة حتى أحاكمه وأقيم عليه البينة ثم أحكم فيه بما أمر الله ورسوله. والله ما فينا من أحد يستوجب إقامة الحد عليه أيها الأمير العادل، وما حبسني ذلك الظالم إلا لأنني عجزت عن دفع ما فرضه علي من خراج لأرض دمرها السيك. أعلم هذا، فاذهبوا إلى شؤونكم وأعمالكم واعملوا، فما أكل ابن آدم طعاما خيرا من كسب يده. صدق رسول الحق والعدل والرحمة عليه الصلاة والسلام. أيها الأمير العادل، ليس لي أرض وليس لي تجارة، وأنا كنت جنديا فحبسوني. لماذا؟ طلبت راتبي. ألا تصرف الرواتب إلا لمن يطلبها؟ أيها الأمير النبيل، إن شئت أخبرتك كيف كانت رواتب الجند. إنها كانت مما ننهبه من أيدي الناس، بالسلب والنهب والقهر. لقد كانوا يطلقونهم على الناس في الأسواق والحقول والبيوت، ويشاركونهم فيما ينهبونه. وكيف لم يشتكي أحد منكم أو من الناس؟ لمن أيها الأمير العادل؟ لأمير المؤمنين في دمشق. اسأل الطريق الذي قطعته من دمشق إلى هذه الأرض يا سيدي، تجد في كل مرحلة قبرا أو بقايا جسد لرجل خرج شاكيا. أعوذ بالله. ومن استطاع النجاة منهم وواصل فراره لم يستطع أن يصل إلى أبواب قصر الخليفة، ومن وصل لم يدخل ولم يرجع. ما أفسد الحكم إلا حاشية السوء وحجاب الشر والأبواب المغلقة. اصرف لكل منهم 100 دينار ليستعين بها على عمل يرتزق منه. أستحلفك بالله أن نبقى حولك. عندما أريدكم سأطلبكم، انصرفوا مشكورين. نحن نريد بك الخير وأنت لا تريدنا، ولا تدري ماذا يراد بك. سأنصرف بهم طاعة لأمرك، ولكننا لن ننصرف بعيدا عن ذلك. فأنا أحمل كتاب الله وأحفظه، ولقد عاهدت الله منذ هذه الليلة أن أحمل سيفي لأجاهد به في سبيل الله، ومن أجل نصرة كلمة الحق، ومن أجل نصرة رجال الحق، وأنت منهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من أنتم؟ ماذا تريدون؟ لقد عاهدته ألا أؤذيه. وهل لمثلك عهد؟ لقد عاهدت صاحبك أن أمتثل لأمرك. صاحبي؟ أمثلك يعرف صاحبا لمثلي؟ أبو صفوان، وقد أرسلته إليك. من أبو صفوان؟ هذا أنا أيها الأمير. ما صلتك بهذا الرجل؟ ألم أعاهدك بالأمس؟ لا تتكلم حتى يؤذن لك، ضعوه في السجن. ما خبرك معه يا أبا صفوان؟
احتلوا القلعة. احتلوا القلعة ويونان القناصري سجنوه. أي في سجن القلعة. سنطلق سراحه الليلة. مستحيل. لما؟ كل الخناصرة انضموا إليه بأسلحتهم. ليتني قضيت عليه عندما صادفته في أول يوم، لكن لا بأس، لكل جواد كبوة، وأنا له بالمرصاد. إلى أي؟ لا تسأل. قرأنا رسالة أميرك عمر بن عبد العزيز، فماذا وراء السطور مما لم يكتبه مولاك يا غلام؟ ما وراء السطور لا علم لي به، وما بين السطور ما علمت به، فما قرأتها ولو كانت دون رباط أو خاتم يا أمير المؤمنين. ليت كل رسلنا مثلك إن كنت صادقا. أخبرني كيف هو بين أهل إمارته وماذا يقول الناس عنه؟ يدعون لأمير المؤمنين بطول العمر والبقاء، إذ خلصتهم من الوالي الظالم ووليت عليهم الأمير العادل عمر بن عبد العزيز، فأبدلهم الله به من الخوف أمنا، ومن السخط رضا، ومن الظلم عدلا، فأعطى كل ذي حق حقه وأطلق سراح الأبرياء. ذلك ظننا به. ألم تكتم عنا شيئا؟ مثل ماذا يا أمير المؤمنين؟ ألم يحدث له شيء في سفره؟ نعم حدث، لكن الله سلم ونصره على أولئك اللصوص الجراجمة. ذكرني بهذا فيما بعد يا أبا العباس. أمرك يا أمير المؤمنين. اذهب إلى ديوان البريد وانتظر كتابنا إلى أميرك. أمرك يا أمير المؤمنين. أكرموه وانظروا ما يريد حتى أطلبه. أمرك يا أمير المؤمنين. هذا غلام كاذب يا أمير المؤمنين. كيف علمت بكذبه يا أبا العباس؟ يزعم أن الناس يلهجون بالثناء على أمير المؤمنين والدعاء له، وما أظن أحدهم رفع صوته إلا مادحا أميره، داعيا له هو لا لأحد سواه. لا بأس، مدح الوالي مدح لمن ولاه. كأن أمير المؤمنين يقره على ما فعل. وليناه ثقة به واطمئنانا إليه. لن يلبث أن يجمع الناس من حوله فيستفحل أمره، وهو على مشارف بلاد الروم، بيننا وبينه مراحل. أمسك لسانك عن ابن عمك، فإن الضغائن تنطق الألسنة بما يهبط بأصحابها. يا أمير المؤمنين. دعنا من هذا وأعقد مجلس الحرب لننظر في أمر أولئك الجراجمة لصوص الروم، فأولئك هم الذين يخشى أن يستفحل أمرهم وخطرهم وهم على مشارف بلادهم، وبيننا وبينهم مراحل يسهل قطعها. أما ما بيننا وبين ملكهم جستنيان مراحل عداد يصعب قطعها إلا بالحرب أو الحيلة أو السلم. عزل يوسف أو عامر؟ نعم. وحبس يوسف وعامر؟ نعم يا رئيس. بورك فيه وفي عمه وأبيه. ترفع يديك بالدعاء له أم علي؟ لا له ولا علي، إنما على بعض من أهواه.
ليلقى ما لقياه يوسف وعامر صاحبه. من تقصد يا ألأم خلق الله؟ أنا لا أقصد أحدا يا مولاه، يا شعيب أبا موسى، والعقبة عندكم في المسرات، أقصد في المسرات. لولا أن مولاك الحجاج أوصاني بك خيرا لقتلتك. نعم الوصية والموصي، والموصى إليه والموصى به. يا أبا موصى، لأرسلن بشأنك إلى الحجاج، فإما قتلا أو بيعا في الأسواق. بعني، بعني يا أخي، بعني إلى تاجر في خناصرة لأحظى بالقرب ممن أبعدتموه، فلقد صار أقرب إلى أعناقكم من أطواق ثيابكم. ظننته أبعده، فإذا هو أكثر قربا من عقله وقلبه ومجلسه. إلى حين يا أبا العباس؟ إلى متى؟ من يدري؟ إنه لا يسمع لي ولا يطيق رأيا في عمر. تعلم أنه يحبه قبل أن يزوجه من قرة عينه، وأن يزوجك من قرة عين أبيها عبد العزيز وحبيبة أخيها عمر، فجمع زمام قلبه من أطرافه وولاه وأطلق يده ليعزل ويسجن ويعطي ويمنع ويجمع الناس من حوله ثم يوافقه في كل ما فعل. لعله يعده ليتولى الأمر بعد أبيه عبد العزيز. لا لا لا، لن يكون الأمر له ولا لأبيه. لا حيلة لك ولا لأي أحد، فقد جف لساني في حلقي من نصح أبيك ليخصك أنت بالولاية، ثم لأخيك سليمان من بعدك، ثم لإخوتك، فأنتم أحق بالأمر من عمك عبد العزيز. ولو أنه أخي، لكن الحق أحق أن يتبع. ماذا أفعل يا عمتي؟ إن هذا الفتى يظهر نجمه ليلة بعد ليلة ويوشك أن يطمس علي وعلى غيري. عليك بالحجاج، فإنه... أنت هنا يا عمتي حبيبتي، لم تخبرني خادمتي، الويل لها. لعلها نسيت، طاب مساؤكما. انتظري يا عمتي، إنني لا أكاد أراك هذه الأيام إلا مصادفة مع حبيبك الوليد. ماذا بك يا أبا العباس؟ لماذا ترتعش؟ هل أنت محموم؟ لا شيء، لا شيء. ماذا قلت له يا عمتي؟ سأخرج، فأظنني قد أفسدت عليكما الخلوة. أية خلوة يا بنت أخي؟ لو علمت أنكما تتناجيان في غرفتي بما لا يجوز أن أسمعه ما دخلت عليكما، فاغفر لي. نتناجى؟ تشتمينني يا بنت عبد العزيز؟ سامحك الله، أشتمك؟ قطع لسان من يشتمك. أسمعتني أشتمها يا أبا العباس؟ كلا. تتهمنا أننا نتناجى وكأننا من الشياطين. الشياطين؟ معاذ الله، أنتما من ملائكة البشر، إن كان في البشر ملائكة. أما تحفظين قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان، صدق الله العظيم؟ تقصدين هذا يا بنت عبد العزيز؟ يكاد المريب يقول خذوني يا عمتي ويا زوجي العزيز. طلقها. طلقها؟ نعم. لا أستطيع. لماذا؟ أتحبها أم تخشاها؟ بل أخشى على الخلافة. وما شأنها بالخلافة؟ إن طلقتها وأصبح أبوها خليفة خلعاني من ولاية العهد، يا أدهى نساء بني أمية.
يا ويح أمك وعمتك، لا أنت أشد مكرا من عمتك بنتي مروان، كيف غاب هذا عن عقلي؟ ولم يغب عن عقلي ولا غاب عن عقلها هي. ادخلي. أسعد الله مساءك يا مولاي. أسعد الله مساءك يا مولاتي. لا يقهر المرأة إلا المرأة. صدقتي. اقهرها بها، تزوجها. ولم لا؟ دعيني أفكر حتى أقرر. أرسل إلى ولدك يعتزل ويستعفي من تلك الإمارة. ولما يا أم عمر؟ لقد أثبت أنه خلق للولاية والحكم، وقد نهض بما أسند إليه وضبط أمور ولايته وذاعت سيرته بين الناس حتى وصلتني هنا في حلوان. ولهذا أريده أن يعتزل اليوم قبل الغد. لا يعتزل الوالي إلا لمرض أو ضعف أو تهمة. سوف يتهمونه بما ليس فيه ليغيروا قلب عمه ويغروا صدره عليه. عمه يحبه ويثق به ويؤثره على أولاده، فاطمئني. وهذا أدعى أن يعتزل قبل أن يقتلوه. من ذا يقتله؟ واحد منهم من أبناء عمه الطامعين في الخلافة. نحن بني مروان لا يقتل بعضنا بعضا يا أم عمر. لستم أفضل من إخوة يوسف عليه السلام. الحسد نار تأكل أواصر القربة. فأدرك ولدك وأرسل إليه يخلع نفسه من تلك الولاية. ما هذا الهراء؟ أيوليه أمير المؤمنين وأمره أنا ليعزل نفسه؟ تريدينني أن أحرض ولدي على عصيان ولي الأمر؟ ويلي من ولي الأمر وعصبة ولي الأمر. لك الله يا ولدي، لك الله. عفوا. السلام عليكم يا عماه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين في هذا الوقت من الليل؟ الليل والنهار يستويان مع من كان مثلي يا ولدي. متعك الله بما تفرق به بينهما. يا عما، يقول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أين تريد أن تذهب؟ إلى دار الإمارة. وما حاجتك إليها؟ أشكو من ظلمني إلى الوالي الجديد، فقد سمعت أنه رجل عدل وحق. فما شكواك؟ وما شأنك أنت؟ خذني إليه أو اتركني أتخبط في طريقي حتى أصل إليه. إنه يا عمه. لك ما تريد يا عمه، تعال معي. يا للمسكين، دعني أطعمه يا مولاي. مزيدا من الطعام يا عم.
الحمد لله، شبعت يا ولدي. بعض الفاكهة؟ أطعمك الله أنت ومولاك من طعام الجنة الذي وصفه بقوله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، جعلنا الله منهم يا عم. أتعلم يا ولدي أنني لم أذق مثل هذا الطعام الطيب منذ ولدت؟ طيبته العافية يا عمنا الطيب، لو جئتنا كل يوم لوجدت أطيب منه إن شاء الله. أطيب من الطعام أصحابه، والخدم عنوان البيت، وأنت غلام طيب، لابد أن مولاك أطيب منك. أطيب مني ومن الطعام حديثك الطيب يا عم. هل أنت عبد ملك يمين مولاك، أم أنك خادم حر؟ كل الناس أحرار فيما بينهم، عبيد لمن خلقهم، لو فهموا هذا. غلام فقيه، لابد أن مولاك أفقه منك. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، إن مثلك لا يكون إلا في بيت ذلك الوالي الذي سمعت أنه حفيد عمر بن الخطاب. أهو حقا كما زعم؟ فما علمك بعمر بن الخطاب؟ لقد رأيته يا ولدي وهو يدخل بيت المقدس، رأيته وأنا صغير، كان يركب جملا، نزل عن الجمل وسجد على الأرض، كان طويلا مهيبا، خفت منه، ولكن ما سمعته عنه من أبي جعلني أحبه. لقد شغلتني يا ولدي عن مولاك وعن شكواي، فاذهب إليه، إن كان نائما فلا توقظه، فسوف أعود غدا إن شاء الله، ولعلي أتباطأ في عرض شكواي لأنعم بحديثك وطعامك. أنا هو يا عم. أنت هو مولاي؟ أنت عمر بن عبد العزيز؟ أنت الذي تخدمني يا مولاي؟ اجلس اجلس يا عماه، ما أنا إلا ولدك. أنت الذي تأخذ بيدي يا مولاي؟ مولاي ومولاك الله، نعم المولى ونعم المصير. ما شكواك؟ لا شكوى هناك، انتهت الشكوى يا مولاي. ما هي مظلمتك؟ محاها تواضعك. ألك أهل أو دار تسكن فيها؟ أما الأهل يا مولاي فقد ذهبوا إلى حيث لا ظلم ولا شكوى، وأما الدار فقد اغتصبها الظالم الجبار. أيهم؟ فما أكثر الجبابرة هذه الأيام. سجين عدلك يا مولاي. مزاحم، لبيك يا مولاي. اسأل عن دار هذا الشيخ المسكين واطرد من تجده فيها، إلا إذا كان هناك نساء وأطفال فأمهلهم إلى الغد. لقد جعلها حظائر للخيل يا مولاي. حظائر خيل ذلك الجبار السجين؟ نعم يا مولاي. أنت ضيفي هذه الليلة، وغدا يا مزاحم تقوم بتطهير تلك الدار، وتعيد بناء ما تهدم منها وطلاء جدرانها، وتشتري فرشا جديدا لهذا الشيخ. إن شاء الله يا مولاي. وأمرت لهذا الشيخ بخادم يخدمه ويقوده حيث شاء، ولكل بصير من إخواننا المكافيف بقائد يقوده ويخدمه، وأجره وراتبه من بيت المال. حظك الله يا مولاي، ومتعك بالنظر والصحة والعافية في دينك وبدنك ودنياك. وأمرت لكل بصير ومريض وعاجز من أهل الولاية حتى لو كان من أهل الذمة ب30 دينارا في كل شهر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكأني بعمر بن الخطاب قد بعث من جديد ليملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا.
لقد بدأ الشبل يكشر عن أنيابه ونسي أو تناسى أنني أنا وراء إبعاده عن عرين الليث يا عمه. لقد استأسد وعزل وحبس أقرب الناس إلينا يا عماه. حسنا فعل. لن يتورع عن قتلهم. ليته يفعل. سيقتل ابن عمي، ابن أخيك يوسف يا عماه. ولو كان أبي يا ابن أخي فليقتل إن استطاع. فإن قتله عذر الحجاج فيما يفعل. لا لا أوافقك يا عماه. أعماك الله، أتقول لي أنا يا أحمق؟ إذن لي يا عماه أن أخرج في بعض رجالنا لنطلق سراح ابن عمي ورجاله، فإنه عار. عار علينا أن تشير بما لا تفقه. هيا استعد للسفر إلى دمشق بما أرسلك به. أمرك يا مولاي. انتظر، أريد الرجل الفقيه عامرا الشعبي. لقد أطلقنا سراحه بأمرك يا أبا عقيل. أنا أمرت بإطلاق سراحه فأطلق، وها أنا أمرك بإحضاره فأحضر. هيا أحضر، ولو كان في فراشه، ولو كان ميتا. لماذا يريده عبد الملك؟ وفد من الكوفة يا أمير المؤمنين. هل بينهم فقيه الكوفة عامر الشعبي؟ نعم يا مولاي. فليدخل وحده، واذهبوا بالآخرين إلى بيت الضيافة حتى آذن لهم. أمر أمير المؤمنين. السلام على من قدر فعفى. وعليكم السلام يا من علم فهفى. ألا يقال لكل عالم هفوة؟ والله ما كانت هفوة، بل كانت نزوة غضب وجفوة. ولقد نصحني بعض الناس أن أعتذر إليكم ولو بالباطل أو بالنفاق لأنجو من عقابكم، لكني والله لا أبرئ نفسي بالباطل، ولا أطلب النجاة بالنفاق، ولا أقول في هذا المقام إلا حقا. هون عليك، فما طلبتك لأعاقبك، وقد أمرت الحجاج بالعفو عنك. وما كنت أهلا للعفو يا أمير المؤمنين، فلقد خرجت عليك ثائرا غاضبا مع من خرجوا، وما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا. ولو عاقبتنا فبذنوبنا، وإن عفوت عنا فبحلمك، والحجة لك علينا. هذا والله أحب إلينا ممن يطعن في ظهورنا ويطعننا بين الناس، ثم ينكر ويستنكر ويحلف أنه ما فعل. اجلس يا شعبي، فقد طلبتك لأمر لا يصلح له إلا رجل مثلك. أبشر يا مولاي الأمير. بشرك الله بالخير، ما وراءك؟ مولاي أمير المؤمنين يقرئك السلام، وهذا كتابه. وهل أرسل لنا من المال ما طلبناه لنفقة أموال المسلمين؟ محمولا على رواحل أمام القصر مع خادم بيت المال درهم. درهم؟ حسن، إني في حاجة إليه لضبط أمور المال في هذه الإمارة. أين مولاك يا هذا؟ من أنت؟ ادخل وأخبره أني لا أطيق الانتظار. من أنت؟
أنا من يحلم به الفقير ويصرخ باسمه السائل ويحرص عليه البخيل ويتصدق به الكريم ويشتري طبقا من العسل يا عسل. اسمي درهم، درهم يا عشاق الدرهم. اسمك درهم وتكاد تنفجر من الكبر، فماذا لو كان اسمك دينارا؟ كنت خطفتني يا هذا. كفى عليك درهم، تأدب وإلا حبسته. إن الأميرة في بيت المال، اذهب إليه. بيت المال؟ السمع والطاعة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. عدي مولاي، جهز حرسا شديدا لتخرج بالسجناء الثلاثة إلى أمير المؤمنين ليقيم عليهم الحد كما أمرني. مولاي، هذا أمر وراءه الحجاج. ليكن من وراءه، اصدع بالأمر. أمرك يا مولاي. السلام على من تركني لمن سكني. وعليكم السلام. ما اسمك يا غلام؟ اسمي يا ويح أم درهم، لقد صدقت الآن كلام الحكماء عن العشق والهوى، يقولون دائما البعيد عن العين بعيد عن القلب. تذكرتك، أنت المدعو. اسمك شيء من المال. شيء درهم، درهم يا مولاي، هل ينسى أحد في الدنيا اسمي درهم ما دام هناك بيع وشراء؟ ما جاء بك؟ هم الليل وزل النهار. هل أنت مدين لأحد وعجزت عن سداد دينك؟ لا، أنا جئت لأدفع، فكما تقول أم الدرهم دائما وتجدو بها، يوم السادات عيد الأعياد، يوم السادات عيد الأعياد. كفى كفى، أوجز. ماذا تريد؟ الصبر، الصبر نصف الإيمان يا مولاي. ألست مدينا لك بثلاثة آلاف دينار؟ أنت مدين لي؟ الحلم سيد الأخلاق. تذكر، أنسيت؟ الصندوق يا مولاي ومزاحم الذي كان يملأ كيسه ويصب في عبي، أعني في جيبي، جئت الآن لأرده. ما جئت به من مال ليس من مالك ولا من مال أحد، بل من بيت مال المسلمين إلى بيت مال المسلمين. للإحباط. فإذا استأمنتك عليه إن كنت أهلا للأمانة. أنا أهل للأمانة ومستودع للأمانة، وأستودعكم الله. كفى هزلا وتأدب، لقد اخترتك خازنا وكاتبا لبيت المال، واستأذنت أمير المؤمنين في هذا. اخترتني أنا؟ ولا تخرج درهما إلا بأمر مكتوب مني. مولاي، أنا لا آمرك أن تبقى. أمرك يا مولاي. هربوا؟ كيف؟ لقد أطعمتهم بنفسي هذا الصباح. وأين باقي الحرس؟ هربوا معهم. اتبعوهم، ابحثوا عنهم في كل الشعاب ولو دخلوا أرض الروم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.